اهلا بيكم في حلقه جديده من خطوه عزيزه. خطوه عزيزه النهارده معانا فقره اسمها البازار، فقره جديده ومختلفه، وصاحبه الفقره دي بتقدم براند ومنتج مصري محلي بكواليتي عالميه. خلينا نرحب بصاحبه البراند سهيل عصفور. ازيك يا اهلا بيكي، سهيل؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. قولي لنا بقى، احنا عندنا كام سنه وبنعمل ايه وكده؟ انا عندي 24 سنه. احنا بنعمل برودكت كلها ناتشرال وكلها ما فيهاش اي كيميكالز ولا اي حاجه. وممكن يعني انا بقالي اكتر من 4 سنين مهتميه انترستد بالموضوع ده جدا. يعني انت عايزه تقولي لي انت كان عندك 20 سنه وانت في الجامعه بتفكري ان انت تعملي بيزنس خاص بيكي او براند خاص بيكي؟ واكتر والله، يعني واكتر كنت انترست جدا بالموضوع ده، لدرجه ان انا كنت بجيب مثلا برودكت انترناشونال وبجربهم كلهم واقعد اشوف الانجريدينتس بتاعتهم وبقعد اجرب واقعد اشوف مثلا ايه مثلا الماده دي وادخل اعمل سيرش عليها اتفرج عليها كل الحاجات دي عشان اعرف مثلا ايه افضل حاجه تدخل في البرودكت او كده. والبرودكت ده هو عباره عن ايه؟ خلينا بس نوضح للبنات والستات طبعا عشان احنا اكتر مهتمين بالكلام ده. البرودكت بتاعك ده كان عباره عن ايه؟ البراند بتاعتك دي عباره عن كل حاجه ناتشرالز، يعني اويلز، كل البيز مثلا كله ناتشرال، كل حاجه حتى اللون كله ناتشرال برضه. يعني احنا بدانا نفكر في الفكره من 4 سنين واحنا في الجامعه، ولما اتخرجنا ابتدينا ان احنا نستارت اب، ان احنا نحضر ان احنا نعمل البروجكت. احنا بقالنا قد ايه في البراند؟ ممكن يعني ما كملتش السنه. ايوه اوكي، بس احنا قبل كده 4 سنين بنحضر ان احنا نعمل حاجه خاصه بينا. ايوه، حتى قبل الكورس، قبل ما اعمل البرودكت وابتدي فيه اوريدي، كنت دخلت ان انا اخد كورسز في اكاديمي، اشوف دكاتره، احاول اتعامل في الموضوع ده عشان يبقى عندي اكتر خلفيه اكتر بالموضوع. بس انتي داخله الموضوع حب زائد بزنس، ولا انت هوايه جدا؟ يعني هوايه وقلبت معاك ان انت هتعملي براند ينافس براندات اخرى. ايوه. خلينا نقول اول برودكت بقى عملتيه كان ايه؟ كان الليب جلوس تيوب. وريهوني كده. ممكن اتفضلي اجربه عليا؟ جربيه الشيتس على ايدك. لوك جلوس يا جماعه ده اللي هو الروج البنات والستات بتحطه، بس عشان لو في رجاله برضو تتفرج مش هتبقى فاهمه ده ايه. لا كله بقى عارفه دلوقتي يعني. وهو ناتشرال وما فيهوش رصاص، ودي اهم حاجه. ده ما فيش بارابن ولا رصاص ولا اي كيميكالز اصلا. اوكي، انت استعنتي بقى بدكاتره معينين؟ يعني انت عندك 2 دكتور، انا عرفت ان انت عندك 2 دكتور هم اللي مسؤولين على الحكايه دي. دي حقيقه. دكتور ايه؟ اول حاجه اصحابي ليا، الدكتوره ايثار صاحبتي استعنت بيها مثلا بحتاج حاجه بسالها، ودكتور احمد. أوكي. دكتور احمد من الزقازيق بجد، يعني بصراحه هو ساعدني كتير قوي برضو، وقعد يحاول مثلا، حتى اكيد اكيد ان في مثلا حاجات بتقابلني بحب اسال فيها عشان انا مش بعمل حاجه وبثبت عليها، انا اوريدي ان انا بطور فيها وبطور في نفسي وفي البرودكت وفي كل حاجه. الشيت ده بدون ذكر اسم الماركه الثانيه برقم خزعبلي، وكانت البنات بتطلع ترند من فتره، والبنات بتروح تشتري بارقام طبعا. ده غير الحاجات بقى اللي بتجينا من الصين مضروبه وبتضر صحه البنات والستات، ما يعرفوش ان المواد اللي فيها كيميكال وبتبقى كمان كواليتي رديئه بتبقى مسببه لحاجات امراض بشعه. ربنا يحفظنا يا رب جميعا. لكن انت عملتي بقى الحاجه دي من صميم ايه؟ كنت بتخشي جروبات البنات بتشوفي اراء الكلاين؟ كنت بدخل الاول اشوف هم مثلا البنات انترستد بايه، مهتمين بايه، ايه اكتر حاجه بيحبوا يشتروها، لدرجه ان انا لقيت الاطفال بيحطوا منها، يعني فقلت ده يبقى ناتشرال ليهم كمان. مثلا قولي لي البرودكت الاولاني دون عملتي منه كام شيت في الاول؟ بصي انا عملت الاول 7 شيد، عملت 7. أوكي. مش اللي هو اول برودكت ده ابنك الكبير؟ اول برودكت ده. بعد كده ابتديت بقى، لقيت اهتميت اكتر، الناس بتحب الوان ايه، بتحب شكل ايه. انت عامله الوان قريبه من بعض، خلينا كده. أيوة. وري الكاميرا الشيت بتاعتك. في جليتر وفي ما فيهاش جليتر. ورينا شيت. اوكي جربها لك. هو هاتي بقى. اوكي اتفضلي. اوكي ده المات. ها لا جلوس، انا لسه ما عملتش مات. اوكي حقيقه ان الشيت بتاعتها مش ستيكي، وحقيقي حقيقي انا بستخدم براند معينه بدون ذكر اسماء ده لا يقل، كمان ريحته حلوه. ميرسي جدا. الفليفر مهم قوي، يعني كله بيقعد يقول لي اهم حاجه الفليفر في الليب جلوس. ده انت بقى مسمياهم ولا عاملاهم درجات؟ لا مسمياهم. ده اسمه ايه؟ ده سلك. ده سلك اللي حضرتك جربتيه، اتفضلي.
وده شيت تاني. ده بينك شيمر ده بيست سيلر يعني كله بيسأل عليه، هو بس خلص اصلا هو وانا ده عملت بيست منه. علشان برضو تاني في براند سين معينة بتنتجه، وحتى في براند صينية احنا مش عارفين طبعا يعني مكونة من ايه فيه اللون ده، لكن الفرق ان انتي عملتي ده طبيعي لان انتي دخلتي من داخل حب وتجربة للليب جلوس. ايوه انا كنت الاول بجربها كهوايه يعني. حتى الباكجينج يعني التيوبس بتاعت كل دي حاجات خدت منك وقت في الاختيار. كتير انا التيوبس كنت نفسها الاول ما بستخدمش البوتلز دي، كنت بستخدم بوتلز تانية، بس لقيت ان مثلا كذا كومنت من حد انتي قال لي طورتي من ده لده. او لا، كان في كمان شكل تاني كان بس البراش بتاعته رفيعه، وانتي بتحطي ممكن ما تبينش اللون قوي او كده، فابتديت ان انا اشوف اكتر حاجه تناسب ليهم. دي انت الشيد الثالثه حتى على نود. حاسه ان التيوب نفسها بتفرق على فكره، يعني التيوبس والحاجه اللي محطوط فيها البرودكت بتفرق الكواليتي بتاعته. بصي البيجمنت بتاعته يا جماعه رهيبه، يعني البيجمنت كمان بتاعته او الملمس بتاعه كواليتي بجد ينافس اي منتج بالافات. ميرسي. ممكن حضرتك قوليلي تشوفي بقى برضو الشيت دي؟ يعني دي كل الشيتس انت عامله بقى كام لون كده؟ قولي لنا، واضح ان انت كمان في الوان انا انت ما عملت جبتهاش اربعة معانا. دول اللي انا جبتهم، في الوان تانية يعني انا اكتر عملت الالوان اللي بتطلب مني، اشوف اوكي مثلا حد عايز يطلب لون ايه اشوفه احاول اقرب اكتر درجة. لقيت بنات كتير قوي بتبعتلي على النود كتير جدا، اوكي فابتديت ان انا اجيب الالوان برضو اللي هم بيحبوها، يعني انا غيرت الالوان بتاعتي. كمان قولي لي بقى الاول اصعب موقف قبلك في الاونلاين، واصعب موقف قبلك وانتي بتصنعي. اصعب موقف قابلني ان انا كنت باخد مورده، كنت باخد منها حاجتي الالوان، وكمان خدت منها في مره بيز، خدت منها الالوان. الالوان المشكله يعني جيت فتره اطلب منها بتقعد كتير قوي اخرتهم عليا، وكان عندي اوردرز كتير ولسه برضو في الاول اللي هو بحدد هل بشوف الماركتنج بشوف السوق بتاعي عامل ازاي، يعني لسه ما كنتش قوي برضو. هي قالت لي مش موجود، وقعدت اقولها كتير انا محتاجاهم انا عايزاهم وكده، ما كنتش عارفه اعمل ايه، كنت لسه في الاول برضو ما ببقاش عارفه حد اصلا، يعني يعني خسرتي في الأول فلوس ومجهود و... خسرت طبعا ان انا يعني لا هو الحمد لله طبعا يعني، بس انا كنت هي كنت باخد منها الوان كتير قوي، وكنت عامله كل الشيدز اللي موجوده عندي على البيج منها. بعد كده الناس بقت تطلب وانا ما عنديش غير الشيدز دي وما عنديش غيرها اخد يعني منها. بقى عندك اوردرز بس ما عندكش المنتج. ايوه هو كده بالظبط، لحد ما اهلي قالوا لي طبعا ساعدوني وقالوا لي ما ينفعش تبقي معتمده على حد واحد، افرضي الحد ده حصل عنده مشكله حصل حاجه لا قدر الله اي حاجه، انت ساعتها هتعملي ايه؟ لازم يبقى عندك اكتر من اوبشن ان انت تشوفي هتعملي ايه. اوكي، مع اني في الاول كنت الاهل ما كانوش مشجعين. لا بالعكس، اهلي بابايا ومامتي بيشجعوني دايما وبيدعموني في كل حاجه، يعني احنا عندنا مثلا انا هشتري ده بقول لهم انا هجيب ده، هما يقولوا لي المساوئ بتاعته والمميزات بتاعته ويقولوا لي براحتك لازم انت تجربي وتحملي المسؤوليه ده. بس تخطيتي بقى فكرة ان انت بقيتي شوية بعد الموقف ده خليكي علمك انك تبقي عارفه اصلا انا عرفت صانعة اكتر من حد، قرار في البرودكت. ان انا خلاص خدت شوت كبير مش هرجع. انا اتضغطت جدا يعني كنت مضغوطه جدا في الفتره دي ومش عارفه اعمل ايه، وقعدت اقول خلاص انا هقفل البيج ومش هعمل حاجه، ما كنتش لو عارفه اجيب خلاص مش الواني منين. هشتغل. طب قولي لي بقى قولي لي على الجليتر بقى على الشمر. اوكي اكيد الشمر هو ده الالوان لسه برودكت يعني للسمر جديد، قلت اعمله في الساحل السيزون بقى ده. ايوه والبحر. اوكي ممكن اجربه لك. جربيه بقى على ايدك. اجربه فين؟ على ايدك. اوكي ده لونه ايه؟ لونه ايه؟ ايه ده؟ لونه ريد سباركل. ريد سباركل اللي هو بيدي للجلد كده جلوي كده، لون ايوه هو التانينج كمان، برونزر التانينج. يعني هو دراي اويل. اوكي، بس طبعا بيستخدم تحت سان بلوك، يعني لو تعرض للشمس لازم يبقى اي حاجه اي برودكت في الدنيا لازم يبقى تحتها هو سان سيف بلوك. للبادي كله هو يعني سيف سيف لكل بس الجسم. اي برودكت لازم نستخدم تحتها سان بلوك، ده كده كده يعني. اكيد طبعا. هو بيدي لون، بيدي لون. في ثلاثة، في برونز، انا غيرت شكل الشيب بتاعت شكل العلبة عشان لو الباكجينج. حد يعني مثلا في ناس قالت لي احنا بنحب. بصي لما قعد شويه بقى اللون كده اوكي، بيقعد بقى بيثبت. يعني عملتي تجربه ان هو بيثبت وقت قد ايه؟ انا كنت اول حاجه انا بجربها على كل اصحابي واهلي، يعني لازم اديهم الاول قبل ما اعمل اي حاجه اوكي، اقول لهم اديهم سامبل يعني كده. بيثبت وقت قد ايه؟ لا بيقعد كتير يعني هو بيرطب الجسم كمان، حتى هو لو راق هو اصلا دراي اويل بيتشرب على طول، اوكي عشان في ناس ما بتحبش الملمس الاويلي قوي
يا جماعه اللي مش عارف بس دراي اويل، هاتي بقى الشيت الثانيه جرب منها. لا هاتي اللي انت ما جربتيهوش. اوكي ممكن تاخدي البروف. اوكي بصوا هو دون يعني ببساطه كده، حتى الناس اللي لسه مش عارفه يعني ايه دراي اويل، الاويل ده بيتحط على الجسم بيدي ملمس، بيدي ملمس وبيدي لون، لون نحس ان احنا لوننا برونز، يعني خدنا لون برونزي من غير ما نقعد تحت الشمس. بيبقى الملمس كده، وكمان بيرطب الجلد، في مرطب. هو في فيتامين اي وفي ارجان اويل. اوكي يعني كمان الناس اللي عندها جفاف شديد في الصيف ده هيبقى لطيف كمان معاهم، غير اللون. بصوا اللون، اللون على ايدي كمان رهيب بصراحه. في ناس قالت لي مثلا حاسه بتحس شويه ان ايديها ناشفه شويه، هو بيطري وبيرطب. انت كاتبه كمان مواصفات ال هو كاتبه الاسم وكاتبه المواصفات بتاعته، يعني كاتبه مثلا. بس الاول طبعا عشان في ناس كتير بتقول لي ليه اللون بيبقى كده والاويل بس بيبقى فوق، يعني انا كاتبه عليه شيك ويل بيفور يوز، لازم الاول افضل ارجه كويس قبل ما استخدمه عشان يبان اكتر. اوكي انت كمان عامله باكجينج. ميرسي جدا. اتفضلي قولي لي بقى، نزلنا بازارات، ايه اللي شجعنا ان احنا نكمل؟ احكي لي بقى شويه. اللي شجعنا ان احنا نكمل ان قلت لك على الالوان دي، وانا ما بحبش ان حاجه تقف قدامي، يعني ببقى عايزه اكمل برضو، مش عايزه افضل واقفه زي ما انا. فحاولت بقى ان انا اشوف حد احسن، ونزلت وطورت كمان من الليب جلوس، والناس كتير عجبها وقالوا لي اللون بتاعه كويس والبيجمنت كويس. طيب ابتديت ان انا انزل بازارات. انا كنت متوتره جدا من الفكره دي في الاول. بصي احنا جايبين الفيديوهات بتاعتك اهي على الشاشه، صراحه كمان التصوير شطوره. دي اختي شطوره بتصور كل حاجه. او دي المنتجات بتاعتك اللي محطوطه على الانستجرام صح كده؟ ايوه. يعني اللي هم دول. ايوه. الفيديو بقى قولي لنا بقى، هو عباره عن المنتجين اللي انت كنت بتشرحي عليهم دلوقتي، دول اللي على البيج صح؟ ايوه. ودي الالوان اللي مش موجوده، ودي الشيدز الجديده بقى اللي مش موجوده معانا دلوقتي. ايوه دي الشيدز. انت عامله؟ لا دي موجوده، دي معاكي ثلاثه منهم. أوكي. والرابع في التيوب ده كده في الشمس، انت كده بتجربيه هو في الشمس عشان هو اكتر للتاننج وال، يعني انت في الفيديو شارحه كمان هو ازاي احنا بنستخدمه. ايوه كمان ممكن صح. مثلا انا مثلا خارجه ايدي مثلا هتكون الجزء ده باين، احط عليه يديني شمر ولمعه بدل ما احط كريمات وحاجات بتاعته كويسه، يعني ريحته كويسه. اوكي ده اللون في التصوير. الله بصي اللون في التصوير في الشمس في الاضاءه رهيب، كاني واخده تين بقى، حاطه تين. الكريمات دي يا جماعه بتاعت التين دي برقم خزعبلي، فان احنا كمان دي قريبه. الباكجينج بتاعتك على فكره قريبه من براند معينه، لان اللي بيستخدم الحاجات دي هيبقى فاهم البراند ده دلوقتي في متناول اللي بيشتغل شغلانات معينه بس. يعني غالي، انا قصدي انه البراند معين، براند اوروبي بنفس الباكجينج وبنفس الكواليتي، يمكن الكواليتي كمان دي احسن بكتير. خلينا نرجع تاني على قصه ان احنا نطور. قولي لي بقى انت ايه اللي خلاكي تكملي؟ بتنزلي بازارات فين؟ نزلت بازار، نزلت لحد دلوقتي بازارين بس، ما نزلتش اكتر من كده. في بازار نزلته اول حاجه في المنوفيه في شبين، نزلته مع حبيبه، هي بصراحه اورجنايزر شاطره قوي. خلينا بس نشرح للناس فكرة البازار ده يا جماعة، زي معرض صغير للبراندات، بيبقى في منطقة في محافظة في مكان، وبنبتدي ننزل بيه، كل واحد بياخد بوست ويعرض حاجته. هو ده هو. أيوة. ده البازار، الناس اللي ما تعرفش ايه البازار. كل البرودكتس بتاعتي نزلت الاول، ده كان اول بازار نزلت فيه. لقيت ان ناس كتير مثلا مش عارفاني، كأنه ماركتنج كمان، غير ان انا مثلا الحاجات دي بتبقى سيل ان هي بتتباع. الالوان كمان يا سهيلة رهيب، يعني الالوان تشجع البنات انها تستخدمه اظن. مرسي جدا. انا نزلت في البازار، الناس بقت تعرف اكتر، مثلا حد يجي يشتري حاجه، او حتى لو مش بتاخد حاجه مثلا بتاخد الكارد وبيبقى مكتوب عليه الكيو ار كود، تدخل تعمل فولو على الانستجرام، يعني هو كانه ماركتنج كمان. اوكي يعني البازار خلى الناس كمان تثق فيكي انها بتنزل وبتشوف البرودكت، لان الاونلاين اشترت وجات اشترت تاني اونلاين. الناس دلوقتي بقت تسالني على البيج على البازارات، انت نازله بازار تاني، انت هتنزلي بازار هو تاني. هو البازار بجزء من ثقه الكلاين او ايوه فعلا، يعني الكلاين بيثق فيكي اكتر لما بتنزلي بازار، بيشوف المنتج على الحقيقه. عشان هما يعني مثلا في كذا حد، كذا بنت جت قالت لي عايزه اجربهم واطلب منك اونلاين، قالت لي وبعتت لي على البيج انا شفتك في البازار، انا عايزه اخد منك اللي جربته. ده اكتر بيبقى فيه مصداقيه.
اوكي، وانت كمان عامله باكجينج، يعني انت ميرسي عامله جدا. الاكياس، لسه في باكج مش كمان جاي. يعني بصوا الكيس بتاع لا حاسه ان انا شاريه، اللي هو انا شاريه ميرسي حاجه كمان ومكلفه. ميرسي جدا. بصي دايما البنات او الستات لما نيجي نشتري حاجه، بتهتم خصوصا ما بالباكج بتبقى قوي. حاجه لوشي لبشرتي لشفايفي، بيهمني كل التفاصيل فيه. احنا ستات بتوع تفاصيل ايوه بصراحه. فعلا دي حقيقه. فالباكجينج يعني اظن ان في براندات معينه برضو الباكجينج ده بفلوس، يعني برقم لوحده. بس انت كمبتدئه، في بالنسبه باكج لان كمان انت لسه جاي ان مبتدئه شاء الله عامله انجاز. قريب، هعلن عنه باكج جديد هنزله بقى، هبتدي انزله شنط وحاجات شكلها ان شاء الله حلو قوي. باكج هتعملي بقى لاين منتجات تانية غير دي؟ ايوه ان شاء الله احنا هنعمل لاين تاني لسه فيه برودكتس، بس انا مش هقدر يعني اعلن عنها دلوقتي، اوكي. يعني احنا اكتر بندرسها وبنشوف مثلا البيئه بتاعتها والظروف بتاعتها عشان تبقى برضو مناسبه لكل حاجه، اللي هي تبقى منافسه للبرودكت المستورد يعني. ده اكتر. اوكي قولي لي بقى طموحاتك الفتره الجايه غير اللاين، احنا كمان عرفنا ان انت نازله بازار. احنا ان شاء الله نكون 29 و30 و31 7 في بازار في مراسي مع ميس باسكت ان شاء الله. ايوه بقى. ان شاء الله ان شاء الله. قولي لي بقى، انا عايزه اخد منك حاجه بصراحه للبنات النهارده، عايزه طبعا اخد خصم. طبعا هيكون كمان في ديسكاونت خصم في البازار. لا انا عايزه خصم مشاهدين الناس البنات المتابعين والناس اللي بتشوفنا دلوقتي، خلاص اوكي خصم اكيد. على الباكجينج. هاخد من سهيلة دلوقتي يا جماعة خصم اوكي لمدة 48 ساعة. اوكي ماشي. خصم بقى طالع منك قد ايه؟ نعمل خصم 10%. 20%. اوكي اوكي 20% لأي حد هيشتري من سهيلة خلال 48 ساعة، وأي حد بيشوفنا دلوقتي، وأي حد من متابعينا ومتابعين سهيلة ان كمان. شاء الله. قولي لي بقى، يعني بعيد بقى خلاص احنا جبنا خصم بقى دلوقتي، الناس بقى بتوع في البازار مفاجأة هتعمل بقى. لهم خصم تاني في البازار؟ ان شاء الله يبقى يعني في خصم ده ديسكاونت وخصم ليهم في البازار؟ ان شاء الله. شاطرة اللاين الباكجينج، العلب اللي انت بتجيبيها دي، انت علشان توصلي ان انت تعملي حاجه شبه حاجه براند انترناشونال احنا بنجيبه، قابلتك صعوبه في ده في اختيار اختيار الباكج كتير جدا، فقلت لدرجه قلت يعني الاول هبتدي بالباكج صغير الستان ده، يبقى سيمبل يعني، مثلا لو حطيت فيه كده بس ليب جلوس حطيت فيه، حتى هو ينفع اتحط فيه عارفه البادي انا شيمر. فرحانه بيكي علشان ما شاء الله ما شاء الله تاتش وود. اولا انت صغيره، ميرسي. ثانيا بنوته، عشان دايما بيقولوا ان البنات والستات ما بيعرفوش يعملوا حاجه، يعني العكس ده لا صحيح. طبعا. بقى عندك فكر ونفذتيه على ارض الواقع، وبقى عندك مشروع بتاعك، وان شاء الله البراند بتاعتك هتبقى براند معروفه تنافس براندات كبيره ان شاء الله ان شاء الله، لان شاء انت الله. مجتهده. وانا عاجبني فيكي بقى الحماس، اللي انت وقعتي وكملنا، نقع طبعا ونكمل. اكيد مش هينفع من اول حاجه ان انا خلاص كده اقول خلاص وهقفل انت قولي البيت. رساله بقى للي بيعمل مشروع وبتقابله حاجات دلوقتي في السوق صعبه، يعمل ايه؟ اول حاجه يعني ما اسمعش الكلام الناس كتير. انا لما السلبي، كنت كلام السلبي. انا لما كنت بسمع، لا هو انا اسمع الكلام الايجابي والسلبي عشان السلبي هيخليني برضو اطور من البرودكت بتاعي، شاطر. بس ما اسمعش الكلام ايه اللي هيقلل مني، يعني اسمع كلام هيزود مني. مثلا حضرتك جيتي قلتي لي ده دلوقتي حاساه قوي قوي، ينفع تتقليه شويه، ينفع مثلا تزودي اللون، تقللي اللون، بتسمعي الكلام ده. للكلاين، بتسمعي اسمع طلب بشوف العميل. الراي ايه، بشوف الراي ايه. بس حد يقول لي ايه ده، انت الحاجات دي هتتباع كلها، انت غلط، ما تخاطريش، ما تعمليش كميه اكبر، لا ما تعمليش برودكت تاني دلوقتي، استني الاول شوفي هتمشي ولا لا، شوفي الحاجات دي كلها. لا بصراحه انا كده لازم اخد الريسك او يعني. عايزه اسالك سؤال اتفضلي. وجاوبي بقى بصراحه، اكيد طبعا. انت قبل كده وقعتي في فخ ان حد طلب منك اوردر كبيره اونلاين والحد ده ما كانش اكسبتد، هو كان داخل بس عشان يعمل اوردرز ويمشي؟ بيحصل معاكي الموقف ده؟ كتير جدا يعني، ممكن حد يطلب اوردر، طب ابعت لها دلوقتي على الانستجرام، طيب ردي، ابعت الحاجه مع الشحن، ابعت شحنتيها بقى خلاص. بس عادي انا ما عنديش مشكله في دي، حتى لو شحنتها ببعت لها، بس انا ببعت مسج يعني، انت لو مش عايزه الاوردر ما تطلبيهوش يعني، عادي انا ما عنديش مشكله، بتتصرفي بقى في عادي البرودكت باخدهم تاني. بتنزليها وتنزليها. وبعدين البرودكت حتى هي بيبقوا سولد اوت وبيرجعوا تاني يعني. في ناس مثلا البينك شيمر اللي بتلمع اللي مع حضرتك دي، دي الاكثر مبيعا، دي ناس كتير جدا بتطلبها وخلصت، وقعدت ابعت لهم بعد علشان هي فتره ترجع. قريبه، ما قلت لك هو نفس لون براند معين البنات كلها ميرسي بتروح جدا. تجيبه من سيفورا برقم يعني. قولي لي بقى انت مستقبليا هتعملي لاين تاني؟ انت قلتي ان انت ان هتعملي، شاء انا مش الله. عايزه تقولي اي معلومه لا بسيطه مش عنه هقدر بجد. او حاجه، هتعملي طب حاجه للشعر؟
هيبقى فيه هير برودكتس طبعا، دي اكيد. هتعملي واللاين كمان ان انا ان شاء الله هيبقى بره مصر، يعني مش هيبقى جوه مصر بس، انا مش يعني ببص على بعد كده، مش ببص على دلوقتي بس. برافو عليكي انت يعني هيبقى، وان شاء الله طبعا برضو هبتدي اورد للخليج والكذا حد بره ان شاء عليكي. الله. هتعملي بقى اسم مختلف اللاين اللي هيطلع بره مصر؟ ممكن اسماء الاسم البراند يعني هيكون هايلا كوزماتكس برضه. لا اسماء الشيتس، أسماء يعني الشيتس. هتعملي حركه كده في الشيتس باسماء بارقام عشان انا اعرف على اسماء برودكت مصريه يعني برضو، يعني اسماء نبقى برضو زي برودكت مصريه يعني نفس الأسماء. اللي انا اشوفه بره اعرف ان ده مصري. أيوة ان أيوة ده منتج كده. مصري اكيد طبعا لازم. اوكي، يعني هتتعاوني بقى مع ويب سايت او هتتعاملي مع وكلاء بره مصر؟ ان شاء الله. انت دلوقتي قريب سمعت يعني ان انت بتتعاملي مع وكلاء بره مصر، ان انت بتعملي ديلينج ان هم يبتدوا ياخدوا حاجاتك بره مصر. ان شاء الله حاجه حلوه جدا. دي نطور يعني الموضوع ده ونبتدي اكتر نشتغل عليه. والله يا سهيله يا ريت في منتجات تانية نبقى منتجين زي سهيله وفي زي سهيله كتير، يا ريت يبقى في الفتره الجايه زي سهيله كتير منتجات بقى بشره شعر سكين كير كل حاجه. احنا محتاجين نعمل نبقى في زي سهيله كتير في كل المجالات، لان انت برضو بتعملي فكره صغيره ممكن تكون حد شايفها حاجه، لا انا شايفه ان ده منتج بديل، منتج مستورد برقم، وانا اشتريه طالما الكواليتي بتاعته والباكجينج بتاعته وامن جدا عليا هشتري. ايوه امن على كذا، مثلا حد بيبي مثلا يبقى في البازار، كنا لسه في بازار في مدينتي الاسبوع اللي فات في الساوث بورك هناك، كذا كذا مثلا بنت صغيره مع مامتها تقول لها يا مامي انا عايزه، فتقول لي اكيد ناتشرال يعني سيف عليهم، قلت لها اكيد والله خدي. طيب انا طبعا عايزه اخد وقت على الوقت علشان خاطر اسالك اكتر، ولكن وقت الفقره بتاعنا خلاص بيخلص. قولي لي بقى بتتمني ايه تاني غير ان انت تبقي انترناشونال؟ يعني انت بتتمني ايه في المستقبل، او ان انت بتتمني تكبري البيزنس ده لحد فين؟ الى ما لا نهايه ولا ايه؟ لا لحد فين، انا ما ينفعش اقول مثلا ان انا هعمل حاجه معينه واقف عندها. أوكي. انا دايما هفضل اطور من البرودكت بتاعي وابتدي ازود برودكت تانية، ان شاء الله يبقى في مكان خاص بيا للتصنيع ولكل حاجه. عايزه افكرك بال 20% تاني قبل ما نختم. طبعا سهيله يا جماعه متياكوا 20% 48 ساعه للناس اللي على البيج والناس المتابعين والناس اللي اتفرجت عليا كمان اتفرجت علينا النهارده. في نهايه فقره البازار بشكر سهيله، واتمنى يا رب اشوفك ان شاء الله في مكان بالبراند بتاعك في مكان انترناشونال معرض بره مصر كده يا رب ان شاء الله. وانا فخوره بيكي اصلا يا سهيله. ميرسي لحضرتك جدا. في نهايه الفقره مشاهدينا الكرام بشكركم وبشكر الساده المشاهدين، اشوفكم على خير ان شاء الله. خطوه عزيزه.